هاي شباب. اهلا اهلا. لينا تحكي لي كلمه بليز. قبل ما نطلع باول حلقه على الهواء بدي اقول لك اني انا كثير فخور وسعيد بالتعاون معك، وبدي اقول لك كمان اني بحبك، بحبك وبدي تصيري مرتي، ام ابني او بنتي. هذا كل اللي كنت بدي اقول لك اياه. اوكي، بدي اروح اشوف ساره كيف طلعت ياب عليها. شو؟ بتتركونا شوي بليز؟ دقيقتين وبترجعوا. سارة، أنت نجمة كانت واقعة على الأرض وما حدا حاسس فيها. الليلة رح ترجعي لمطرحك الطبيعي. رح ترجعي تحلقي بالسما بين رفقاتك النجمات. بحبك سارة. بحبك. ما بدك تقولي شيء؟ شو ممكن أقول لك يعني؟ ما بدي أحكي بالموضوع. سارة شيخ، إذا بتريد بكفيني توتر. معك حق، بعتذر، ما قدرت أضبط حالي. شو جاهزة؟ والله لا، شو هيدا؟ سارة سمح لي إنه بحبني بالرجية وإنه بده يتجوزني ومصر. شد توقيت الحلو. زمان ايامي بتكسى علي وما بترحم حبي، لا ما بيرحمني وللوقت بينطرني. حبيتك رح اقول ونطرتك على طول. قلت لك حبيتك حبيتك بجنون، كل عمري خبيتك بقلبي الحنين. قلتلك حبيتك حبيتك بجنون، عوادي رح ابقى ويكون شو ما يكون. عم تتعب مني وطيفك بعده لحقني. شفت الفرح بعيون ترن نظر بيخون. صورتك بالبال بألوان الخيال. قلت لك حبيتك حبيتك بجنون، كل عمري خبيتك بقلبي الحنين. قلتلك حبيتك حبيتك بجنون، عوادي رح ابقى ويكون شو ما يكون. قلتلك حبيتك حبيتك بجنون، كل عمري خبيتك بقلبي الحنون. Oh.
brothers went to university in Athens. Andrea studied mathematics and Kostas computer engineering. They're part of a generation in Greece. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من برنامج سارة. سارة بدنا نطلع بريك هلأ. رح نتوقف للحظات مع البريك ومنرجع لنكتشف مين بتكون سعاد وشو علاقتها بالأستاذ مجيد يلي صار له سنين عم بفتش عليها. انترونا. برافو سارة. تخيلكم قلبي رح يوقف تخيلكم. عم برجف. الو ايه عمتي؟ بعدني موجوعة شوي، ما بعرف يا عم شو عم بيصير معي، مش عم صح، لازم سافر بقى. وين؟ على التلفزيون؟ لا لا ما بدي اشوفها. طيب احكيك عمتي، بشرفك ما بدي اذكرك، اوعى تقولي لحدا انه انا بعد ما سافرت، مش ناقصني مشاكل عمتي بليز. اوكي باي. حاولت تبلغي الجهات المختصة عن مضايقة هالشخص لإليك؟ بالأول كانت القصة صعبة لأنه كان عطول يتصل من أرقام عمي، يا أما من السوبر ماركت يا أما من كروت التليفون بيطلب منهم عن الطريق، ما قدرت بلغ عن رقمه للسلطات. طب وكيف وصلتي لهوية هالشخص وكيف عرفتوا عنوانه؟ أنا استدرجته بالحكي وخليته يشعر أني متعاطفة معه، أنه بدي شوفه وطلبت أني شوفه. بالأول رفض وبعدين صار يتجاوب لحد ما علق ووقع بين إيدين الشرطة. بريك سارة. كيف وصلت رندا لهوية الشخص المريض يلي عم بيهددها ويلاحقها؟ كل هالتفاصيل بنعرفهم بعد البريك، خليكم معنا. حبيبتي كاسك. قوم شوف بنتك على التلفزيون تاخد العقل، تقبر قلبي إن شاء الله. قوم احضرها معنا، يوسف هون عم بيحضر معي. يوسف هون وما فيت شافني؟ ليش؟ هو كمان زعلان مني؟ اقوم قوم وشيل هالزعل من قلبك، قوم شوف بنتك مثل القمر على الشاشة. أنا ما عندي بنت لشوفها. ولو ما بدك تقوم تشوفها، ولو ما بدك تعرف عنها شي، ولو بدك تنكرها حتى، أنا فخورة ببنتي وقلبي هلقت. ايه ماهر شو؟ شو رأيك؟ ايه بعرف انه بتجنن. وينك هلا؟ انا بالمكتب تعمل كم الحلقة هون وبتاع بشرفك. يلا ناطرة. هاي هاي
كان العشاء مهضوم. تسلينا، جبت لك واحدة بيتزا. مرسي. شو بك زعلانة؟ شو في راغدة؟ في شي جديد؟ خايفة. ليه؟ شوف الدم والدم للمرأة الحبلة، بعرف انه ما بيسوى. شو يعني؟ بطلب لك حكيم؟ لازم شوف حكيم قبل ما سافر. انا عندي نمرة حكيم صحة، انت عندك حدا معين تتصلي فيه او اخدك لعنده؟ بفتكر ما لازم اتحرك. انت دق لحكيم ما تكون تعرفه، احلى ما يبلش بالسؤالات ومش ناقصنا. بتعرف مين يعني حكيم ما بعرفه؟ اعطيني سلولاري، انا معي نمرة الحكمة اللي بيجوا على البيت طروارق. اخ بوجع. الو بونسوار. ام عصام، ام عصام، او بشوفي سارة على التلفزيون. الله يقطع سيرتها ان شاء الله. لك يا عمي قومي، حاج بقى قاعدة لوحدك، ما بدك تشوفي مات ابنك، قومي. يا عمي انت بشو بالك؟ بشو بالك؟ بنتنا ضايعة ومش عارفين شو عاملين فيها ابن الحرام، وانت عم تتفرج لي على سارة؟ انت شو انت باي؟ انت بلا مخ، بلا مخ. انا بدي بنتي، بدي بنتي، روح فتشني على بنتي، انا بدي بنتي. روحي عالتلفزيون. مشاهدينا بنتمنى لكم بقية سهرة حلوة، ونتمنى نكون قدرنا ضوينا على بعض المشاكل يلي بتواجهنا بحياتنا. إن شاء الله نكون قدرنا حكينا باسمكم وبصوتكم. نترككم على أمل أن نتلاقى الجمعة الجاية مثل الليلة الساعة 8:30. تصبحوا على ألف خير. طب LSM، طب موسيقى. سارة انتبه بعدك على الهواء، عم بيقطع الجينيريك. حلو حلو كتير، مبروك يا شباب. مبروك سماح. مبروك إلنا كلنا. مدير التلفزيون الأستاذ وليد صار متصل فيي مرتين، أصداء بتجنن، وعزمنا على العشاء كمان. خي حب كل شيء؟ كتير. طب أنا رح شوف سارة. سارة طمنيني كيف كنت؟ كنت بتجنني. بشرفك ما تضحك علي، عن جد قولي لي كيف كنت. وحياتي كنت بتجنني. هلأ سماح قال لي إنه مدير التلفزيون صار بتعرفانه ثلاث مرات وكتير مبسوط. خي نشكر الله. حكيك طارق؟ لا انا طالع رجلي. يلا ساره افتحي خطك بقى. روق علي يا زلمه، بكون عم تقبل التهاني هلا. بدي اكون انا اول واحد عم بهنيها، فاهم؟ بلا ايه انا رايح لعنده. لك لما رايح تلقني هون؟ سكر المكتب وراك. مجنون؟ يعني مش ثابت ومش قوي. هيدا اول حبل ما هيك؟ نعم. بهالحالة الحبل بيكون بخطر، لازم تشوفي حكيمك مدام. بس انا بكره بعد الظهر بدي اكون مسافره. ولا ممكن. مش قادره دكتور، بدي اسافر. بتسافري على مسؤوليتك الخاصه. نبيل بس تسافر بسرعه. شو ما بدك تسلم علي يوسف؟ معقول يكون ما بدي اسلم عليك يا بيي؟ بس انا مشتت شوي وافكاري مش رايقه. كنت عم بحضر سارة مع أمي، بتعرف؟ بحياتي ما استنظرت إنه سارة تكون هيك. ما بيهمني الموضوع. بس كانت بتجنن. قلت لك ما بيهمني الموضوع. بابا، ما بعرف إذا موضوعي أنا بيهمك، بس لازم خبرك. أنا مش رح أترك منى، ورح ردها على البيت. كيف؟ مش قادر بيي، مش قادر. بحبها وهي بتحبني. منى كتير منيحة معي من وقت اللي تجوزنا. مش قادر أعمل فيها هالضرب، بخاف من عقاب ربنا. أنا مش خسران شي، أنت اللي خسران. بدي أعيش وضميري مرتاح، لا أكتر ولا أقل. شو سارة خلصتي؟ غريب طارق ليه بعد ما تلفن لهلا؟ كيف شو رح دق له أنا؟ إيه؟ هيدا مين طفي؟ أكيد بيكون عقلته طايرين هلا. ما جرب يحكيكي؟ ما سلولاري بالريجي وأنا عم نطنط مطرح لمطرح، يمكن جرب يحكيني بس ما لقاني. شيلي لي هالسلولار شوي واسمعوني منيح. إدارة التلفزيون طاير عقلها بالبرنامج. هن كانوا حاطين فوكس جروب يتابعوا، والإدارة تاخذ رأيهم على السريع، يعني أول انطباع. شو يعني فوكس جروب؟ يعني مجموعة من الناس العاديين والمتخصصين،
بيتابعوا وبيعطوا رأيهم، والانطباع الأول اللي وصل للإدارة بجنن، مشان هيك مبسوطين. والمدير ومدامته حجزوا طاولة وعزميننا على العشاء، بدنا نحكي بمستقبل البرنامج. اف بسرعة؟ نحن على الهوا ستلينا، في أسرع من الهوا؟ لا معك حق، ما في حتى وقت نفكر. الجماعة صاروا هنيك وناطريننا. بس أنا يمكن ما أقدر أكون معكم. نعم؟ ما فيي روح معكم. ليه؟ لأنه ما فيي لينا. ما فيكي شو سارة؟ لازم أكون مع طارق الليلة. ما قولي له يجي معنا. كيف يعني يجي معنا؟ الزلمة عزمنا نحن بس على العشاء، يعني اجتماع عمل مغلق. إذا المخرج ما عزمه منجيب نحن معنا طارق؟ شو هو يعزمنا على كوكتيل عرس؟ بليز ما بدي ناطره كتير، هذا الزلمة بيعصب بسرعة. بس أنا لازم شوف طارق الليلة. بليز سارة، الليلة عنا شغل، بكرة منبقى متفضلة غرامياتنا. الناس عم تقتل حالة لتبيع برنامج للتلفزيونات، منقوم نحنا منتكبر ومنلتهي بقصص ما إلى طعمة. بسرعة بليز، الجماعة ناطريننا. سارة خبري لطارق، أكيد بتفهم. لينا أنت بتعرف قدي مهم الليلة لألي ولطارق. يا حبيبتي بعرف، بس كمان العشاء مهم، مهم لسماح ولألي، وأهم شي لألك. خبري بيتفهم، أنا طالع رجيجي بغراضي. شو بدي يتفهم ليتفهم هالطارق؟ الله يساعده علي. عصام تردي عليه؟ ليه ما بتردي راغدة؟ لازم يوقف حدك من موقف مثل هيدا. يوقف حدي؟ ما هو كل همه اخسر الولد، بدك يوقف حدي؟ راغدة هو البي وضروري تخبريه. ما بيهمه نبيل، ما بيهمه، ما بيهمه لا انا ولا الطفل. ليه عم دقلك لكان؟ ما بعرف، بلكي بده ياخذ رايي بساره وببرنامجها مثلا، بلكي بده يقول لي قديش مبينه ساره حلوه بالبرنامج تبعها. استفله انا رح اعمل شاي بديك. حتى انت يا بروتوس، انت كمان راغده ما بدك ترد علي. هيئته زعل ما عم بيرد علي. يي علينا وعلى الحركات. طب يلا حبيبتي سمح نطرنا برا، رح روح بسيارتي وانت بتروحي معه. ايه لا بروح معك. لا بدي اخد سيارتي احسن ما نرجع لهون اخر الليل، هيك نازلين على بيروت. لينا خدي سيارتك وبروح معك. ليه هيك؟ ما بدي روح مع سماح، بروح معك. فيها شي؟ ما تكون زعلت منه بخصوص طارق والعشاء، عن جد صاير عقلك صغير. مثل ما بدك، رح روح بسيارتي، رح روح جيبها. بدك ساعدك بشي؟ ايه هيدا الكيس بليز. مرحبا. وصار وين بلاقي مدام سارة؟ تفضل من هون. مرسي. اسمحيلي بوتوغراف ست سارة؟ شو عم تعمل هون؟ بدي اعطيك رأيي، وخطك مسكر رح موت. حبيبي دويت ودقيت لك أكثر من مرة، بس أنت ما كنت عم ترد. ما أنا كنت وصلت على نص الطريق، بدي أعمل لك إياها سيربريز. شو ما بدكم تعرفوا رأيي؟ هالقد أنتم عندكم ثقة إنه روعة. الأصداء الأولية بتجنن. يعطيكم العافية. كل شيء حلو، بالبرنامج روعة. وأنت حبيبتي بتجنني.
يلا بدنا نحتفل. حجزت طاولة بمطعم غير شكل بياخد العقل. يلا. ايه بس ما شوفي هي عن جد شو صاير لكم؟ شرفكم خلصونا بقى. اهلا استاذ طارق. اهلا شيخ مبروك. ميرسي. يلا ساره يلا سبقوني ولحظه وبلحقكم بس ما تتاخري. طارق مدير التلفزيون عمل اجتماع على السريع كرمال تقييم اول حلقه. هلا ما بينطر الموضوع لبكره؟ انت مانك جوعانه؟ ما هو الاجتماع بمطعم بالداون تاون. عشا عزمكن على العشا. عشا شغل. ايه عشا شغل انا ما قلت غير هيك. مين ومين؟ الشيخ سماح ولينا وانا مدير المحطة ومدامته. وانا ما رح كون معك؟ انا حابب كون معك الليلة. حبيبي وانا كمان. انا قلت هالشي للشيخ سماح بس هو قال ما بده حدا غريب. غريب؟ أنا غريب؟ حبيبي مش غريب لإلي. بالنسبة للشيخ سماح بالنسبة للشيخ سماح لازم يعرف إنه أنا مني غريب. أنا حبيبك وقريباً رح صير جوزك. ولا ما معه خبر هذا الموضوع؟ يعني الكونتريات وكل شيء شغل بيتعلق فيك لازم أعرف فيه ولا لا؟ حياتي أنا وياك بنعرف هالشي والشيخ سماح لازم يعرف هذا الشي ما هيك؟ طب فينا نحكي بهالموضوع بكرة؟ عيب حبيبي تأخرت وهن ناطريننا. عشان مش عم بفهم شو عم جربي تعملي. طارق بليز افهمني. شو بدي افهم سارة؟ انت حابة تكوني سهرانة لحالك بعد اول حلقة من دوني ما هيك؟ انا ما بدي الشغل هيك بده. ايه الشغل هيك بده. حبيبي ما تصعب علي اكتر ما هي صعبة. هذا اجتماع الشغل وانا لازم اكون موجودة. انا ما عم بمنعك تروحي. انا عم بقلك انه بدي اكون معك لا اكتر ولا اقل. اليوم الظروف مش مناسبة. بكره رح كون انا وياك طول الوقت. مبروك والله يوفقك. شو صار؟ راح خلاص. انا وطارق ما في خلاص. بكره بيرجع. واذا ما رجع انا بروح لعنده بالوقت المناسب ورح يكون ناطرني. سارة اطلعي معي. بدي روح مع لينا ما بدي اتركها لوحدها. في اشياء لازم نحكيها مع بعض قبل ما نجتمع مع إدارة التلفزيون. شيخ سماح بدي روح مع لينا. سارة شو قصتك عم تعملي مثل ولد صغار؟ يلا اطلعي بقى. الجماعة إلهم ساعة ناطرين بالمطعم. رح روح مع الشيخ سماح. أنا رح ألحقكم لما بعرف الطريق. أوكي. Thank you.
الو. ايه ماهر؟ مبروك، كنت بتاخدي العقد. ها؟ ايه نايت كلوب. ايه طيب يلا واصل واصل. بس فريدي وجهك وانبسطي، لأنه أيامك الجاية رح تكون رائعة وسعيدة. صدقيني من الليلة بلشت حياتك الحلوة. طارق شو بيك؟ ورش قوم قوم ماهر خدي خدي حبيبي متلاني كره رفضته قبل ما يخلق رهيدة قولك كان حاسس كان حاسس بكل المشاكل والقصص البشعة اللي كانت عم تصير حوله رهيدة ما بقى تعذبي حالك انت عملت المستحيل لتحافظي على ابنك لا. ما بقى تعذبي حالك لا انا ما عملت شيء هاي ولد هاي ولد بس ما قدرت اعمل شيء كل العالم وقفت ضدي انت بتعرف انه كل العالم وقفت ضدي ما بقى تبكي حبيبتي ما بقى تبكي خلاص بدك تعرفي انه حدا يشيل عندك لا لا ما بدي اشوف حدا ما لي نفس طيب حاضر انا رح ابقى حدك الليله ما تعتليها خبوجة انه سكر خطه وما بقى بده يحكي معي انيني مثل كلها رجال ساره بعتقد طارق زعلان لانه شو لانه ما راح تعشى معنا شفتي شو انيني لا ما بعتقد زعل كرمال هيك بعتقد زعل لانه شافك قدام التلفزيون طالع مع سماح بالسياره فطلعتي معه من هوني انا شافك جن وقلع بالسياره نينو شو بعمل قولي لي انا برايي ما تضغط عليه تركي كفي اللي عم تعملي انت ساره النجاح صار قريب بكره بيرجع اذا النجاح رح يخسرني طارق ما بدي اياه اذا طارق رح يفل لانك انت ناجحه يعني طارق ما بيستاهلك يعني طارق مزيف
كفي اللي عم تعمليه سارة، ما تعطي لي هم. أنا فايتني. بدي انطر صاحبك ليخبرني من ورا ظهرك انك بالمستشفى راغدة. ما تقرب لي. اف اف اف. هالقد صرت تكرهيني؟ هالقد صرت ارفعك على حقيقتك. بعرف اني ما وقفت عندك، بعرف اني ما كنت الرجال اللي قدر يحميكي. عم تحكي بالماضي كأن الحاضر مختلف. ايه راغدة مختلف. انا اليوم غير امبارح، حاسس حالي تغيرت. لو تشوف انا اليوم انسان غريب، انسان جديد ما حدا بيعرفه، حتى انا ما عاد عارفه حالي. خلينا ننسى الماضي. وعاد جيب سيرة الانسان عصام، عمول معروف. فل فل بليز. طيب اي متى فيي اشوفك؟ بس بدي اشوفك بحكيك هلا. فل راغدة، الايام بعد قدامنا حبيبتي، ما تقسي علي. تذكري انه انا كمان مرقت بظروف كتير صعبه، ما تنسى هالشي. إليك سارة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من برنامج سارة. وصلت؟ طيب يلا أنا طالعة. شو جاهزة؟ مش رح روح معكم، ما تعتلي همي، طلب التاكسي بسارة. طيب اوكي. تعرفي شو؟ مازال هيك رح استغل الفرصة، مازال انا وسمح لوحدنا، هيك بنحكي بموضوعنا بطريقة مفصلة أكثر. اوكي حبيبتي، بس انتبهي، الظاهر كل الجيل ما بيتأمن لهم. ما تخافي علي. معي مفاتيح، إذا تأخرت ما تنطريني، اوكي؟ باي. باي. وين سارة؟ مش رايحة معنا، رجع البيت التاكسي. شو يعني مش رايحة معنا؟ ما فهمت. تعبانة، ما علي، بنظهر سوا لوحدنا، هيك بيصير لنا وقت نحكي أنا وياك. شو مش طبيعية هالمرة؟ شو يعني كل تك برأي؟ لحظة. سماح، شو بدك فيه؟ ما بدها تظهر، نظهر لوحدنا أنا وياك. مش على ذوق الست سارة، شو يعني؟ بدها تمارس نجوميتها علي أنا؟ حقيقة ما بتنحمل. ليش ما بدك تتعشي معنا سارة؟ لأن تعبانة. وليش قبل شوي ما كنت تعبانة؟ قلتي لي مش مصدقة نخلص الحلقة ونروح نتعشى سوا. أنا هيك قلت لك؟ طبعاً سارة، هاي مش أول مرة بتعملي قصص من هالنوع. مش عم بفهم، شو يعني قصص من هالنوع؟ يعني بتقولي شي وبتعملي شي. مش عم بفهمك سارة، صدقيني مش عم بفهمك. شيخ سماح، ما في شي تفهمه، أنا تعبانة وبدي أروح على بيتي. شلا تنبسطوا بالإذن. مزاجية كتير صديقتك لينا، قبل شوي عرضت عليها نتعشى سوا، انبسطت، بس ما كانت عارفة انه انت رح تكوني معنا كمان. او لك اتضايقت منشان هيك؟ بس ليش بدها تتضايق؟ Thank you.
وينك يا حبيبي وينك؟ هيك بدنا نقضيها؟ عشان صامت يعني؟ شو بدك اياني اقول؟ بدي احكي باللي صار هلا مع ساره. لينا انا هلا بدي ناجل كل الكلام الخاص، بدي بس نركز على برنامجنا اللي صار مقلع مثل الصاروخ. بيظهر انه الاجواء مش رايقه، ما بدي هالشيء ياثر على البرنامج. اجواء شو مش رايقه سماح؟ ما عم بفهم. لينا خلينا ناجل موضوعنا الخاص اللي حكينا فيه انا وياكي، وبعدين نبقى نشوف شو رح يصير. شو رح يصير بشو؟ ما عم بفهم شو علاقة اللي بده يصير بموضوعنا الخاص. سارة عم بتصير غريبة، تصرفاتها مش عم بفهمها. خلينا هلا نسيرها شوي لكانت قلعت، بعدين بنحكي. بليز ما تطلبي مني قول أكثر من هيك. رجعتي؟ فيك تفسري لي شو عم بيصير؟ شو بدي فسر لك؟ سماح سحب مني عرض الزواج لأسباب ما عم بفهمها. على أحسن ما خسرت شي. أنا بقرر إذا خسرت ولا لا، أنت بتفسري لي. ليك عم تحكي معي وكأنك عم تتهميني؟ سماح حاسس إني عم صرفي معه بطريقة كتير غريبة. وأنت شو حاسة لينا؟ والله ما بعرف. انت بدك تقولي لي سماح من وقت ما فت على المستشفى هو عم يستغل فرصة وجودنا لوحدنا لحتى يتغزل فيي ويقلي قديش انا حلوة. هيدا هو سماح اللي عم يطلب منك الزواج. بتتذكر تصوير اول حلقة لما فت لعندك على الريجي وقال لك قديه هو بحبك؟ كان بعده طالع من عندي من الأوضة وقال لي نفس الكلمة انه هو بحبني انا كمان. شو؟ هيدا هو سماح لينا. وليه ساكتي سارة؟ ليه ما خبرتيني؟ لأنه شو؟ ما بدك تتركي البرنامج وشهرتك والمصاري؟ شو بتقولي لينا؟ لكن ليه ما خبرتيني؟ بس جيت قلتلك إنه سماح بده يتجوزني، ليه ما خبرتيني؟ يمكن معقول تخليني أتجوز هيك واحد بهيك أخلاق؟ أكيد لا. لكن ليه ما خبرتيني؟ لأنه ما كان بدي أجرحك. تجرحيني؟ بشو بك تجرحيني سارة؟ لينا يمكن أنا غلطت، بس صدقيني بوقتها ما كنت عم بعرف فكر. بلا، كنت عم تعرفي تفكري. وكتير منيح. شو قصدك لينا؟ عم بتشكي فيي؟ عم شك فيكي وعم شك بحالي وعم شك بسماح وعم شك بكل شيء بعمله. ألو، هاي ريم، كيفك؟ وينك؟ طب أنا جاي لعندك. يلا أنا راجع سمر. تفضل. ماهر كيف صرت؟ منيح. ماهر قرر جيب الوكالة.
ايوه كده الالمانيه قررت تروح جيبها انا دخلك عرض الشركه بعده ماشي امبارح بعتوا ميل لعندي ولازم رد عليهم خبر اليوم انت عم تيجي تسافر لعندهم هلا اذا بدهم كيف ايه بسافر هلا اذا بدهم بلا ميلات نحكيهم على التليفون بنوفر وقت رقمهم معك ما هيك طارق شو في خبرني خبرني بعد ما اتصلتوا بعدكم انت وسارة ما تجيب لي هالسيرة بقى قصدي كبران المشاكل بيناتكم لا والله خلصت المشاكل خي صلحتوا يعني لا تركنا نهائيا خلص مهر جيب لي رقم هالجماعة بدي سافر بأسرع وقت بدي طور شغلي بدي وسع بدي نفذ كل المشاريع يلي كنت حابب نفذها قبل ما اوقع على وجه طب بدي اهتم بحالي بمستقبلي تماما مثل ما هي عم تعمل ما بحق لي بليز طارق ما تروح بليز على القليل قبلها وقلا خلص لينا عرفان صدقيني قرفان وما قالي نفس شوفها حتى لازم تقابل سارة قبل ما تفل طارق طيب احكيك بعدين عشية باي باي لوين بده يفل؟ سارة ما تفسري لي شي قلي لي وين فالي طارق سافر على ألمانيا ألمانيا؟ قلتي له عن سماح؟ أكيد لا سارة وينه هلأ؟ بمكتبه Thank you.